حياكم الله مشاهدينا في أولى فقراتنا اليوم من الرياض. نجحت طالبات في جامعة الأمير سلطان من المشاركة في ملف فن القط العسيري بعد أن كانوا يقضين 7 ساعات يوميا لتجهيز جدارية الأمم المتحدة لتوثيقها من اليونسكو. لكن السؤال، ما هذا الفن وما علاقته بالفن المعماري واليونسكو؟ خلونا نتابع تقرير عن هذا الموضوع ونرجع معكم. السعودية محافظة على التراث تهتم بالحفاظ على التراث الغير مادي بشكل خاص، وتركيزنا عادة على الفنون الأدائية، الحرف اليدوية، أي شيء له علاقة بالتراث الغير مادي. فسبق وسجلنا العرض النجدية ورفعنا ملف المزمار، والآن بدأنا في ملف القط العسيري. بالنسبة لاختيار الملفات في فن اليونسكو، عادة لازم يكون فن تقليدي غير مندثر، يمارس في العصر الحالي وقابل للتطوير من قبل المجتمع المحلي. فاخترنا فن القط لأنه يميز عدة أشياء. أولا أنه النساء عسير هم اللي يمارسوا الفن، وأيضا الفن نفسه حرفة مهارة يدوية تبرز التراث الشعبي في المملكة. صراحة من خلال الفترة اللي أنا بحثنا عن الملف والميداني كان في عسير لمدة تقريبا على مدى أسبوعين، عشنا مع نساء عسير وعرفنا حبهم لدى الفن وحبهم لممارسة الفن القط. والجمعية السعودية محافظة على التراث تسعى دائما أنه تنمي التراث الشعبي لدى المجتمع. في بعض التحديات، بس يعني ما مثلا بعض التحديات انه كانت مثلا لما اقول لاحد انه انا طالبه في هندسه معماريه، كانوا دائما يحسوها انها شغله بس خاصه في الرجال وليس النساء. بس الحمد لله يعني حاليا بدات تتفتح فكرة وبدأت يعني يتقبلوها الشعب أكثر. احنا استفدنا كثير علشان نطلع بهذا التصميم في النهاية. استفدنا انه كان في دور للمرأة في العمارة، فمثلا هذا التصميم اللي سويناه العسير كان يعني اخذناه علشان انه كان دور المرأة فيه مهم، فكانت المرأة تقوم بأشياء الانتيرير كلها اللي هي تليس، وكانت تقوم بالنقشات والألوان. وبرضو يعني أنا حابة اللي أبين هنا للناس إنه كان دور في دور للمرأة في العمارة، فالناس اللي الحين تشوف إنه شيء صعب أو شيء يعني مو ممكن أن يكون، ودي أني أبين لهم أنه هذا الشيء المفروض أنه تتفتح فيه، الشعب يتفتح فيه أكثر. تابعنا هذا التقرير، راح نتعرف على تفاصيل أكثر عن فن القط العسيري من خلال ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة هيفاء الحبابي، الأكاديمية والمحاضرة في قسم العمارة والتصميم الداخلي في جامعة الأمير سلطان. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام. أستاذة هيفاء، يعني في البداية حابين نعرف المشاهدين عن فن القط العسيري. هو طبعا دائما هو علشان كلمة قط في ناس يعني تأخذها أنه قط، في ناس يقول يعني من بسة أو فهي تفسيرات كثيرة تأخذ. لكن هو الفن هذا هو طبعا إحنا وصلنا الحين بالطريقة اللي إحنا شايفينها الحين، لكن هو لما بدأ هي عملية يعني خلينا نقول مشاركة ودور المرأة في العمارة. يعني هي بداية من دور الرجل والمرأة. يعني الرجل في منطقة عسير كان يبني المنزل من الخارج كله،
بعدين تجي المرأة تستلم الداخلي حق المنزل كله، يعني هي مو بس تجي وتلون، لا هي تروح الجبل تاخذ الحجر وتطحن الحجر وتخلطه بالصمغ علشان تسوي اللون. يعني أول ما كان حتى يمتلكون ألوان زي الحين، يعني زي البنات، يعني حتى أنا لما كنا قاعدين شغالين وتعبوا البنات قلت لهم أنه يعني تخيلوا هذا، إحنا مخططين ومقسمين المساحات على كمبيوتر ومعانا مسطرة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة بالضبط، أوكي، وتعبنا هذا كله، فما بالك هم كانوا يسوونها يعني من أي تزد بدائية نوعا ما. بالضبط بدائية، يعني من يوم ما هي تجمع اللون أصلا مو هو موجود هي اللي تسوي، إلى أن يعني إلى أن تجيبه للمكان أصلا للمنزل وتقوم بعملية اللياسة، بعدين الخضار اللي هو إلين نص الجدار تسويه بالعشب الأخضر عشان يعطي ريحة للمنزل جميلة، وبعدين تبدأ عملية النقش، هذا آخر شيء اللي إحنا بدينا فيه، يعني اللي هو يعني تطور الحين وصلنا بس نسوي هذه العملية. فهو يعني هو فعليا عملية يعني باختصار شديد هو دور المرأة في المجال المعماري أو فن العمارة نفسه العسيري خاصة. طيب أستاذة هيفا، يعني إيش هدفكم من إقامة مثل هذا المشروع والمشاركة في ملف الفن العسيري أو ملف القط العسيري؟ هو بصراحة طبعا إحنا يعني الجمعية السعودية المحافظة على التراث قاعدة تعد الملف اللي هو اللي بيرفع لليونسكو إن شاء الله لتوثيق هذا الفن. فإحنا طبعا كجهة أكاديمية من شروط اليونسكو علشان قبول الملف هذا أنه يكون في أويرنس، وعي للناس، ويكون في نوع يعني يطبق في المدارس، يعرف للجيل الجديد، للجيل كمان اللي حتى بس مو يعني مو ممارس. فكان مهم أنه إحنا نثبت يعني أو نبرز في الملف هذا أنه احنا في جامعة الأمير سلطان يعني نعطي اصلا في المنهج حق العمارة والتصميم الداخلي عندنا مادة اسمها التراث العمراني السعودي. فاحنا اصلا يعني من 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 غير علشان الملف، يعني احنا اصلا نعطي هذا الشيء وحريصين دارسين هذه المادة فعليا، يعني فاحنا دارسين هذا الشيء يعني وحريصين جدا على ابراز الفن المعماري السعودي. فعلشان كذا شفت انها فرصة مناسبة انه يعني نشارك في هذا ويعني ويكون في تعاون بيننا وبين الجمعيه السعوديه لمحافظه على التراث. بصراحه انا ذهبت لعندنا كمان الحلو في جامعه السلطان اللي انا كثير احبه انه عندنا قسم مسؤول عن المشاركه المجتمعيه، يعني خدمه المجتمع. فرحت لهم وقلت لهم عن الفكره وانه احنا انه الجمعيه كذا كذا واحنا نبغى نساهم في هذا المشروع، فهم قاموا مشكورين بعمل كل الاوراق المطلوبه، لانه تعرفي عندك يعني طالبات وسيظهرون في التلفزيون وكذا، فهذه كلها تحتاج موافقات ويعني اوراق كثيره، شغل ورقي كثير، هم قاموا فيه كله يعني مشكورين ودعموا لي الموضوع كله، والحمد لله تمكنا انه احنا نشارك كجزء يعني لو بسيط فهذا الشيء. طيب أستاذة هيفا، بخصوص المشاركة، تقريبا جهزتم جدارية وقدمتوها للأمم المتحدة، يعني حابة تتكلمين عن هذه الجدارية. أوكي، إحنا بصراحة إحنا يعني هو مشروع كامل حيبين إن شاء الله في اليوم التراث العالمي اللي هو 18 أبريل. فحش حتى كثير ناس في تويتر يسألوني يقولون أنه أنتم ما أعطيتوا الفن هذا حقه، أنه سويتوا الجزء صغير، يعني خلاص ما تبقى عليه وقت أصلا. بالضبط، بس هم الناس يعني إحنا ما نبغى نبين كل الجدارية لأنه إحنا نبغى يعني نبغاها كلها تبين إن شاء الله في يوم التراث العالمي، لكن يعني إحنا نعطيني يعني تفاصيل بسيطة كذا عنها. ودنا أنكم تجون تغطون يوم التراث العالمي علشان كذا بإذن الله، لكن يعني حاب أعرف الوقت اللي أخذتوه في تصميم الجدارية هذه، يعني أنا سمعت أنك تعبت كثير في إعداد هذه الجدارية وتجهيزها. هو بصراحة هي تأخذ وقت، يعني هو يعني أنا دائما أتساءل كيف هذول النساء ما شاء الله كانوا يسوونه، يعني ما كان عندهم تخطيط وكانت تسويه على طول، وكان يعني وليد اللحظة، وكانت وهي واقفة ترسم وياخذ ساعات. أخذت فعلا 7 ساعات يوميا؟ هذاك اليوم كنا قاعدين نشتغل مدة 7 ساعات ويلا خلصنا متواصلة. إيه، وهذا الجزء بس اللي أنتم شايفينه، يعني غير الأجزاء الباقية. فيعني ما شاء الله عليهم، أنا دائما يعني كل ما يعني تحصل لي فرصة أسوي شيء زي كذا أتساءل هذول كيف كانوا يعني يعمل يعني الجهد اللي كانت تبذله. وكانت لما كنت أنا أسأل في البحث حقي كنت أسأل النساء اللي يقومون على هذا الفن، كانت تقول لي إنه المجلس يأخذ معي شهر،
وهي وحده واحنا مجموعه. يعني كم عددكم استاذه هيفا؟ احنا تقريبا 15 طالبه وفكنا بس كنا نتبادل، يعني ناس تشتغل شوي ناس ترتاح شوي. طيب كلميني عن بداياتكم يعني في تقديم الملف نفسه لليونسكو او تجهيز الاوراق نفسها عشان توثقون هذا الملف من اليونسكو. اوكي، احنا بصراحه مو الجامعه اللي قدمت الملف، اللي قاعده تشتغل على الملف، يعني هو حتى لم يقدم بعد. اوكي، اللي قاعده تشتغل على الملف الجمعيه السعوديه المحافظه على التراث مع وزاره الثقافه والاعلام، لانه هي الجهه الرسميه المخوله بتقديم هذا الملف. فهم قاعدين يشتغلون على تجهيز الملف زي ما سووا بالضبط في ملف العرضه النجديه. فاحنا مشاركتنا فقط في الجانب الاكاديمي، ابراز دور الجانب الاكاديمي وكيف انه هو يهمه هذا الشيء، هذا مهم جدا جدا في الملف، في تقديم الملف لدى اليونسكو. لكن طبعا الجمعيه السعوديه المحافظه على التراث كان لها دور كبير معكم، لو تكلمين عن هذا الدور شوي، يعني في مساعدتكم كاكاديميين وايضا في تقديم ملف يمكن عن التوعيه بالتراث العسيري مثلا او فن القط العسيري. طبعا الجمعيه السعوديه المحافظه على التراث برئاسة الأمير عادل بنت عبد الله تشكر على أنها بصراحة تبنت موضوع توثيق الفن اللامادي. فهم بدأوا زي ما قلت، بدأوا بالعرض النجدية، بعدين رفعوا فن ملف المزمار، وحاليا قاعدين يعملون على ملف فن القط العسيري. طبعا هذا يعني هذا الملف أنه الناس يعني مثلا تسمع ملف تحسب أنه يعني هو شيء يعني ملف أوراق وكذا وخلاص، لا، هو عن جد يعني تحضيره جدا صعب، لأنه يحاسبوكي في اليونسكو على الكلمة. يعني لو قلتي مثلا فلكلور، عندهم فلكلور كلمة غير سليمة نوعا ما، دقيقة نوعا ما في اختيارها للمعلومات فعلا. فالجمعية السعودية محافظة على التراث بصراحة يعني بذلت جهد مرة كبير يعني أنها تجلب الخبراء من اليونسكو علشان يسوون ورش. أنا شخصيا حضرت عندهم ورشة وجدا استفدت منها، هي كانت يعني ورشة عمل مدة أسبوع، بس كانت أسبوع جدا مضغوط. وأنا لما تواصلت معاهم بخصوص المقترح أنه إحنا نبغى نشارك كجامعة الأمير سلطان، بالعكس رحبوا جدا وكانوا مشكورين، وكانوا يعني بالعكس حتى هم يعني ضغطوا نفسهم وجو يصوروا كمان. يعني زي ما انت عارف الملفات هذه في لها وقت معين يعني، فيعني مشكورين انهم كانوا يعني تقبلوا الفكره. اكيد طبعا اتمنى باذن الله توثيق عملكم في اليونسكو يعني باذن الله قريبا. لكن استاذه هيفا حابه اعرف، يعني بما ان حضرتك دكتوره واكاديميه في تدريس الفن المعماري للطالبات والتصميم ايضا، وين تشوفين المراه السعوديه مستقبلا كمهندسه معماريه او مهندسه ديكور؟ انت عارفه لما اليوم اللي كنا نشتغل عليه على الجداريه ورجعت اكتشفت انه 8 ابريل نفس اليوم، يعني هي احنا حجزنا انه يعني سوينا رتبنا على 8 ابريل، بس بصراحه ما كنت، كانت صدفه. اوكي، فلما خلصنا انه اكتشفنا انه في يوم المراه العالمي، فكان هذا مسج كثير حلو للطالبات، لأنه زي ما شفتي في اللقاء مع الطالبات أنه كثير يقولون أنه هذا تخصص رجال، أنه ليش المرأة داخلته. هو للأسف إحنا يصير في يعني خلينا نقول لبس في موضوع العمارة ما هو يعني المعماري، هو ما هو المهندس الإنشائي، في فرق بين الاثنين. فكثير ناس يعني تخربط على هذا الشيء. هو العمارة هي أكثر فن يعني من هندسة، يعني هي فيها هندسة لكن الجزء الفني والإبداعي فيها أعلى. فأتوقع أنه يعني جامعة الأمير سلطان كانت الأولى اللي دخلت هذا الشيء في مدينة الرياض، وأتوقع إن شاء الله يعني الناس الحين يعني بدأوا خلينا نقول في تقبل أكثر. أول كان مقتصر على فئة معينة مثلا من الناس في المجتمع، الحين بالعكس، يعني حتى جامعة جازان فيها، وكثير جامعات حكومية أصبحت تدخل هذا. وأيضا كثير من السيدات والبنات يعني حبوا يدخلون مجال التصميم المعماري، وأكيد البنات اللي معك يا أستاذة هيفا يعني حبوا هذا المجال بشكل كبير، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله والحصول على التوثيق من اليونسكو. أستاذة هيفا الحباب الأكاديمية والمحاضرة في قسم العمارة والتصميم الداخلي في جامعة الأمير سلطان، شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا مشاهدينا فقرة سيدتي أكيد لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، كاميرا سيدتي تعرض كواليس أغنية الفنانة أروى الجديدة أنا سعودي واشتبي، ومصمم الأزياء عبد الله خان في ضيافتنا.